بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. إنني المضطر في أمن يجيب، وارث الأرض أنا فيها غريب. الأبيات على لسان إمام زماننا عليه السلام. إنني المضطر في أمن يجيب، وارث الأرض أنا فيها غريب. قد قضيت الدهر حزنا ونحيب، نادبا في محنتي آل الرسول. يوم إمام زماننا المتوقع فيه ظهور إمام زماننا كما ورد في زيارته هذا اليوم، خوش يوم، ليالي إمامنا الجواد. أكو رواية مرت ليالي شهادة الإمام الرضا عليه السلام، ما مشهورة الرواية. المهم، إنني المضطر في أمن يجيب، وارث الأرض أنا فيها غريب. قد قضيت الدهر حزنا ونحيب، نادبا في محنتي آل الرسول. كل فجر أنظر الرأس المصاب، وأرى الكرار أدمعه الخضاب. ومع الصبح أرى نارا وباب، خلفه قد كسروا ضلع البتول. أنظر الزهراء، أقصد الزغراء، في قبر أضيع، فأزور الآل في أرض البقيع. أقصد الزهراء في قبر أضيع، فأزور الآل في أرض البقيع. فوقهم قد هدم البيت الرفيع، ما غفت عيناي عن تلك الذحول. بعد وين عندك؟ وبقم وببا خمرا وطوس، وبسامرا لنا طابت نفوس. وبقم وببا خمرا وطوس، وبسامرا لنا طابت نفوس. وعلى سطح الجواد، وعلى سطح وفي قعر الحبوس، الإمام الكاظم عليه السلام. وعلى سطح وفي قعر الحبوس، قتلونا ومآسينا تطول. بعد منو ظل؟ أينما أذهب ففي قلبي عزاء، وترى عيني قميصا من دماء. أينما أذهب ففي قلبي عزاء، وترى عيني قميصا من دماء. لذبيح ظامئ في كربلاء، لذبيح ظامئ في كربلاء، طحنت أضلاعه جرد الخيول. طحنت أضلاعه جرد الخيول. بعد منو عندك بقى؟ والتي تكوي فؤادي باشتياق، والتي تكوي فؤادي باحتراق، من بكت حزنا لغى حتى النياق.
والتي تكوي فؤادي باحتراق، من بكت حزنا لغى حتى النياق، زينب شد يديها بالوثاق، زينب شد يديها بالوثاق، قبرها في الشام عنه لا أزول، قبرها في الشام عنه لا أزول، لا أزول، لا أزول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ليالي إمامنا الجواد عليه السلام، أريد أقول كلام مهم هذه الليلة، مو على الطريقة التقليدية الروتينية، اشتريت عبر عبر، أريد أقول كلام مهم عن إمامنا الجواد عليه السلام، وأرجو من الأحبة والمجلس كله شباب أن يخلون بالهم يمي حتى نطلع بثمرة أنا وياهم إن شاء الله تعالى، ثنين نستفيدها ونتعلمها من القرآن ومن آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولهذا كلش أسترع انتباه والتفات الأحبة، الله يعزهم ويديمهم ويحفظهم. خوش ليالي هذه. أهل البيت عليهم السلام تربطنا بيهم ضرورات كثيرة، لا يمكن التخلي عن أحدها بأي حال من الأحوال. التفتوا لي جيدا أنتوا شباب، ضرورة من هاي الضرورات اللي تربطنا بالأئمة عليهم السلام نقدر نعبر عنها أو نعنونها ضرورة تكوينية. دعوه في العنوان، ليش يضوجك العنوان يتعبك؟ ما يحتاج، سهله. هاي الضروره التكوينيه الروايات بينت هاي الضروره، والروايات متواتره في ذلك، متواتره انه لولا الحجه، والمقصود بالحجه مو يعني فقط امام زماننا اخواني، المقصود بالحجه يعني النبي والامام كلهم حجج، الانبياء حجج والائمه شنو؟ حجج. لولا الحجه، وطبعا بعض الاحيان الزهراء عليها السلام مثل الزهراء، لا نبي لا امام لكنها حجه، مريم حجه، لولا الحجه لساخت الارض باهلها، هاي لساخت الارض باهلها، لماجت باهلها كما يموج البحر بالروايات الشريفه. هذا يبين ان اكو ضروره تكوينيه لوجود الحجه الالهي، ومن دونه تستحيل الحياه. بعد لساخة الأرض، لماجة الأرض، يعني ماكو حياة. تفتولي هاي ضرورة تكوينية ما أريد أوقف عدها كثيرا، يا أخي ما أريد أقف عدها كثيرا، كلام عنها في وقت آخر. دوصل إمام الجواد ساعة تركض بسرعة، أريد أقول كم حكاية عن الإمام الجواد في ضرورة أخرى أريد أتكلم عنها إن شاء الله تعالى. أنا بس قبل لا أبدي، الشباب وياي لو مو ياي؟ كل الزين، هذا جواب كلش مطمئن ومشجع، حتى أنا هم أستعجل شوية أقول المحضرة الليلة عن الإمام الجواد عليه السلام. تفتولي زين، إذن أكو ضرورة أولى لوجود الحجة الإلهي، وهي الضرورة التكوينية اللي من دونها تستحيل الحياة. أرض من دون نبي يو إمام موجود ما تبقى، ما تبقى نقطة رأس سطر. ولهذا شوفون القرآن الكريم يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أناس لهم إمام، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد. وآيات أخرى كثيرة الآن ما أستحضرها كلها في الواقع. جيد، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم الشريعة يجي بيها النبي، والمنهاج منهاج الإمام بعد النبي. ولهذا حتى تشوفون عندنا في وسائل الشيعة الرواية موجودة، في وسائل الشيعة للحر رحمه الله، حر العاملي، الرواية موجودة أنه الإنسان قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، على ملة إبراهيم
ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب. الرواية في وسائل الشيعة موجودة، ومنهاج علي بن أبي طالب. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ما ممكن من دونهن، ما ممكن، وإلا تكون الحجة للعبد على خالقه مو للخالق على المخلوق، مع أنه الحجة لله، الحجة البالغة لله تعالى كما في القرآن الكريم. أقول هذا، هاي الضرورة ما أريد أسولف فيها واي وقت ما عندي. زين، الضرورة الثانية اللي نحتاج من خلالها الحجة الإلهي، سواء كان نبيا أو إماما، أقدر أعبر عنها الضرورة المعرفية. ضرورة شنو؟ معرفية. ومن دون الحجة الإلهي نخسر جانب المعرفة الصحيح. نقطة راس سطر. هسه الضرورة المعرفية وين تدخل؟ بعالم العقيدة كله وغير عالم العقيدة وحكي هواي. شنو أبين يعني؟ شنو أبين؟ شنو أبين؟ حكي هواي. من دون الحجة الإلهية معرفة صحيحة ما تكون عندنا. هاي هم فد مشكلة. ولهذا احنا بحاجة للحجة الإلهية ووجود الحجة الإلهية. زين. يا أخي هسه أقدر أجيب لك أمثلة، أقدر أجيب لك أمثلة. أقدر يعني أجيب مثال من الأمثلة حتى ما أضوجكم وأنتقل إلى ضرورة أخرى وأسولف بالإمام الجواد عليه السلام مباشرة. عندي وقت. إحنا أتباع آل البيت نعتقد بعصمة الأنبياء والأئمة يوم نعتقد نعتقد مثلا لما نعتقد بعصمة الأنبياء والأئمة، يا عصمة نعتقد بيها، عصمة مطلقة أو غير مطلقة؟ مطلقة. زين، عصمة قبل نبوة النبي يو بعد نبوته، يو قبل نبوته وبعد نبوته معصوم؟ ها اثنينات، شوفوا كل شباب يجابون لأنه معرفتهم صحيحة مأخوذة من أهل البيت عليهم السلام. هم الشباب قاعد يجاوبوني أصلاً. قبل لا يصير نبي هو معصوم، بعد ما يصير نبي هو هم شنو؟ هذا ليش احنا اعتقد نبي؟ اعتقد نبي لأنه أخذنا معرفتنا منين؟ من الحجة الإلهي المعصوم. باوعلي غيرك ما أخذ معرفته من الحجة الإلهي. شنو قال بالعصمة تحديدا؟ هسه ما أريد أفتح باب التوحيد. شنو احنا شنو غيرنا شنو؟ المعاد احنا شنو غيرنا شنو؟ الاعتقاد بالعدل الإلهي احنا شنو غيرنا شنو؟ هاي باب المعرفة إذا أفتح كل شيء خلص. نجيب شهر رمضان مو ليلة واحدة وشو الحكي هذا؟ زين، تعال الغيرنا والعصمة. أول شيء اجوا للعصمة قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، نفوها، قالوا قبل النبوة يعني قبل 40 سنة عصمة على شنو؟ ما يحتاج عصمة. هاي نص العصمة شنو؟ راحت كل شيء. تعال للنصف اللي بقى اللي هو بعد شنو؟ بعد البعثة. قالوا هاي العصمة بعد البعثة هم مو بكل شيء، ها؟ قالوا بالتبليغ بس وبالشؤون الدينية فقط، أما بغيرها النبي هم ما معصوم. ويجيبون بعض الأخبار على ذلك الغريبة، واقعا الغريبة، يعني النبي صلى الله عليه وآله على أساس قالهم اللي كانوا بزمنه، قالهم السنة النخل لا تأبروا، لا تأبرون النخل، مع أنه القضية ما تحتاج نبوة. إنسان عايش بالحجاز يعرف النخل شو، النخيل شنو يريد لو ما يعرف؟ يعرف النخل كون يصير تأبير إله حتى تكون بي ثمرة، ومن دون التأبير ما يكون أكو شنو؟ ثمرة. وهاي ما يحتاج نبوة يعني، ولا هاي الإنسان العادي العايش بهاي المنطقة بتلك الأجواء يعرف هذا الحكي لو ما يعرفه؟ يعرف هذا الحكي، يعني الشغلة مو كلش صعبة يعني. زين، مثل النبي صلى الله عليه وآله ما يعرف هاي الشغلة، شلون أنا ما أدري؟ غريبة يعني. فيقول قالهم السنة لت هذا، جماعة هم ما أبروا النخل، النخل هم ما صار بي ثمر. أجوا قالوا له يا رسول الله تاي بسببك ما صار ثمر. قالهم أنا من أقولكم شيء بالدين أخذوه مني، أما من أقولكم شيء بغير الدين مو إلا تأخذوه مني، إذا شوفوه خطأ لا تسووه. أنا مثلكم أصيب وأخطئ. هذا
يصير عندك ثقة بهيك نبي بعد؟ ها؟ يعني أنا ما أفهم هذا شلون حكي هذا؟ زين العصمة قبل النبوة انشالت، العصمة بعد النبوة راح نصها، نص نصها راح، مو نصها، قبل النبوة نصها راح، وبعد النبوة نص الباقي هم شنو؟ هم راح. زين لما تجي للشأن الديني والعصمة هم تجد في تراث المسلمين النبي كان يصلي ومدح الأصنام بصلاته، أخطأ، قرأ ما أعرف تلك الكذا الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى ما أعرف شنو، ومدح الأصنام، وبعدين قال لهم أنا مسحور وهذا السحر خلاني أحكي أشكال وألوان. زين حتى بجانب الديني حتى بصلاته طلع ما مأمون عنده الغير مع الأسف. زين هذا شو بقى بثقتك بيه بعد؟ ايش يبقى بثقتك بيه بعد؟ اذا هو بصلاته ما مرتب نفسه، اذا هو ما اعرف شنو ما... هذا شنو سببه؟ هذا وقع بيه غيرنا، شنو السبب؟ معرفه خطا، شنو سببها هاي؟ لان المعرفه ما اخذت منيا، من مصدرها الصحيح. دباوعلي، ما اخذت من مصدرها الصحيح، لما ما اخذت هاي النتيجة، هاي النتيجة. أما لو مأخوذة من مصدرها الصحيح تكون مثل ما أنت تعتقد، رسول الله معصوم قبل البعثة وبعد البعثة، ورسول الله معصوم على مستوى الدنيا وعلى مستوى الدين، ورسول الله معصوم بالصغيرة والكبيرة ومعصوم بكل شيء. شوف هذا لما تأخذ من أهل المعرفة، تأخذ من أهل هاي نتيجة، لما تأخذ من غير أهل هذيك النتيجة. ولهذا الحج الإلهي ضروري يكون موجود، ومو ضروري، ضروري. هنا الضرورة شنو؟ معرفية، مثل ما عبرنا الضرورة هنا معرفية. والله تباوع لي، أرجوك باوع لي. تجي تقول له انت يا مسلم شلون تعتقد بذيك العقيده بالعصمه تحديدا؟ شلون تعتقد؟ يقول يابا انا ايش مدريني غير اكو ايات قرانيه تش تقول؟ ايش مدريني يعني؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. هنا أنا الله يخاطب النبي يقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فهاي الايه من تقول له ذنبك وما تقدم وما شنو؟ وما تاخر، انا شنو اسوي لها؟ نقول له يابا انت بهاي الايه وغيرها كون ترجع لاهل البيت للحجه الالهيه حتى تعرف هاي الايه شنو تقصد. مثلا الامام اللي قلت لك اكو روايه كانت بمناسبته قبل كم ليله بشهاده الامام الرضا، بس الروايه ما مشهوره، المعروف انه في اخر صفر، بس اكو روايه انه قبل كم يوم كان شهاده الرضا عليه السلام. المأمون سال الرضا قال له يا ابن رسول الله تقول عصمه 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 مطلقه من البدايه للنهايه، مو هاي الايه امامك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، هاي شو تسوي له؟ الامام عليه السلام قال له يا مأمون ذنبه عند قريش مو عند الله. ذنبه شنو؟ عند قريش مو عند الله. شلون يعني ذنبه عند قريش؟ مثل قصه موسى، موسى رب العالمين من قال له ارجع الفرعون ادعوه، شنو قال موسى؟ قال ولهم علي، آل فرعون ولهم علي ذنب. هنا هو الذنب حقيقي اللي يستحق عليه عقوبة، يو الذنب عند آل فرعون، الذنب مو عند الله، عند من؟ ولهم علي ذنب، بس هو حقيقة الأمر ذنب يو مو ذنب، مو ذنب، هم يعتبروا ذنب، جماعة فرعون يعتبروا ذنب، ومو ذنب يترتب عليه أثر جزائي يوم القيامة يو غير ذلك، يو أثر وضعي بالدنيا. دباوع لي. فالإمام الرضا يقول لي أغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ذنبك عند قريش حيث سفهت أصنامهم وكسرتها، هذا تسفيه أصنامهم وتكسيرها يعتبر ذنب عندهم يوم ذنب، هذا المقصود. مثل ولهم علي ذنبون، مو النبي عنده ذنوب حاشاه، شلون عنده ذنوب؟ والقرآن الكريم بصريح العبارة يقول له ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، كملوا على صراط مستقيم، أنت على صراط، هذا اللي الله يقول له أنت على صراط مستقيم. الصراط المستقيم معصوم يا ما معصوم؟ عنده ذنب صراط مستقيم؟
نص الآية يقول له أنت على صراط مستقيم، صراط مستقيم يعني أنت ما عندك خطأ ولا غلط ولا كذا ولا خلاف العصمة، أنت على صراط مستقيم مستقيم. اللهم صل على محمد. اللي احنا كل يوم في صلاتنا نقول له اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، الله يقول للنبي يقول له انت على الصراط المستقيم، واحنا كل يوم نطلب من الله ان يهدينا صراطك المستقيم. صراطك المستقيم يعني اي خلل ما بي، اي عيب ما بي، اي ذنب حاشاه ما بي. آية واضحة هذه، وذيك متشابهة، هاي محكمة، هاي تحكم ذيك، مثل يد الله وليس كمثله شيء. منو يحكم منو؟ المحكم يحكم المتشابه. أقول هذا منين عرفنا أنا وياك؟ من الحجة الإلهي. فإذن أكو ضرورة معرفية لوجود الحجة الإلهي، ومن دونه تختلط الأمور عندنا كلها. يا ابن رسول الله، شلون قبل النبوة محمد هم كان على الصراط المستقيم والله يقول له وجدك ضالا فهدى؟ هاي شلون؟ يلا وجدك ضالا، هاي شلون ضالا؟ هاي نص الآية وجدك ضالا فهدى. الإمام عليه السلام قال له مو مثل ما تفهمين الآية، تفهمين غلط، وش أسوي لكم؟ القرآن نزل في بيوتنا وعلى صدورنا وإحنا نعرف بالقرآن أكثر منكم، تكونوا ترجعوننا بالقرآن. قال له شنو تفسير يا ابن؟ قال له ها وجدك ضالا بين قومك فهداهم بك. قال له هذا معنى الآية، وجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا بين قومك ما يعرفون قيمتك فهدى هداهم بك، هذا وجدك ضالا فهدى. بس تقول الآية ما فاهميها بشكل صحيح. أقول هذا لو ما الرضا، لو ما الجواد، لو ما الهادي، لو ما العسكري، لو ما الأئمة الأطهار، إحنا ش مدرينا؟ تبيه لعيوني أنت حبيبي أنت. ش مدرينا؟ ضرورة معرفية الحج الإلهي يكون يصير موجود. صار كم ضرورة لحد الآن لوجود الحجة الإلهي؟ صار اثنين وياي وياي، صار اثنين، واحدة تكوينية وواحدة معرفية. طبعا المعرفية هواي حكي بيها، أبسط الأمور المسلمين ما دبروها من دون الحجة الإلهي. واحد يدخل على إمامنا الصادق، راجع كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله، قال الحمد لله منتهى علمه. الإمام قال له غلط، حمدك لله غلط يا أخي، غلط حمدك لله غلط، الحمد لله منتهى علمه غلط غلط. قال ليش يا ابن رسول الله؟ قال وهل لعلمه منتهى؟ العلم من الصفات الثبوتية الكمالية. الله من علمه منتهى؟ من علمه منتهى؟ قال إذن ماذا أقول؟ قال قول الحمد لله منتهى رضاه، مو منتهى علمه، هاي منتهى علمه غلط. الله ليس لعلمه منتهى، تريد تحمد رب العالمين من دون ما دبرته. زين إذا أدخل وياك بأبحاث الإلهيات الدقيقة إيش راح يصير؟ أنت ذني ما مدبرهن. هاي ضرورة معرفية لوجود الحجة الإلهي. دخل على الإمام يصيح الله أكبر، قال له أوقف أوقف، هاي شنو معنى الله؟ صار لك ساعة الله أكبر خبصتنا، شنو معنى الله أكبر؟ أنت بس تحكيها لو فاهمها؟ قال لا فاهمها. قال له شنو بالله معناها الله أكبر؟ قال له معناها الله أكبر من بقية الأشياء. الإمام قال له والأشياء إلها حد يوم ما إلها حد، يعني هذا الآن الكلينس، هذا شيء يوم مو شيء، إلى حد يوم ما إلى حد، الله أكبر منه. فإذا هذا صار هلقد، الأكبر منه يصير شنو؟ هلقد. بالنتيجة صار إلى حد يوم ما صار إلى حد. فالإمام قال له فهمك هذا لله أكبر حددته. والإمام علي عليه السلام الخطبة موجودة في نهج البلاغة يقول ومن حده فقد
عده، لان هذا من ينتهي عند حد يبدي شيء اخر يعني ثاني، والثاني من ينتهي عند حد يبدي شنو ثالث. ومن حده فقد عده، ومن عده فقد ابطل ازله. لما يكون الى حد يعني مسبوق بعدمه، وما مسبوق مسبوق شو علم من الظالم يقول. فالامام عليه السلام قال له هاي الله اكبر، تهم ما فاهم عدل. قال له اذن شنو معنى الله اكبر يا ابن؟ قال الله اكبر من ان يوصف، هذا معناها. وطبعا هذا المعنى قراني في سوره الصافات، سبحان الله، سبحانه تنزيه، سبحانه. شوفوا اكثر موارد سبحانه في القران تنزيه الا في مورد يوم موردين جاءت للتعظيم، سبحان الذي اسرى بعبده. بعض المفسرين يقولها جاءت للتعظيم، سبحان الذي اسرى. اما بقيه موارد سبحانه تنزيه، سبحان الله عما يصفون في سوره الصافات، سبحان الله يعني الله منزه عن وصف الواصفين. يعني عندنا بالروايات كل ما ميزتموه باوهامكم فالله خلافه، أئمتنا يقولون عليهم السلام. لأن أنتوا شنو تميزوا بأفهامكم بأوهامكم راح يكون محدود مثلكم، ورب العالمين غير شنو؟ غير محدود، فما راح تكون فهمكم إلا صحيح. شلون بهالمعارف هذه؟ هاي لو ما أهل البيت من يعرفها؟ لو ما أهل البيت واحد لا عن عدد، من يعرفها واحد لا عن عدد؟ هاي اللي يعبر عنها علمائنا الوحدة الحقية الحقيقية، وحدة بمعنى الله غير قابل للتجزئة والتركيب، مو وحدة أعداد، لأن الواحد إلى ثاني بالأعداد والثاني إلى ثالث. يعبرون عنها وحدة عدم التجزئة والتركيب، الوحدة الحقيقية يعبرون عنها. الإمام يقول واحد لا عن عدد، هاي لو ما المعصوم يقول شو معرفني أنا هذا الحكي. أقول أكو ضرورة معرفية لوجود الحجة الإلهي، مثل ما أكو ضرورة شنو تكوينية، أكو معرفية. أنتو شباب أتباع أهل البيت، هاي الحقائق كون تعرفوها بأول عمركم، أنتو هتعرفون عقيدتنا بأهل البيت، ما جاية من فراغ شغل وعمل ما عندنا إحنا، لا مو الشكل، توحيدنا متوقف عليهم، معرفة النبوة بشكل صحيح متوقف عليهم، معرفة المعاد بشكل صحيح متوقف عليهم، مو لعب. عفتوني لو أكمل فشي بسرعة، فشي بسرعة بسرعة. هسه بالمعاد، معرفة المعاد، تقول يعني شلون معرفة المعاد متوقف عليهم؟ أنا أقول لك شلون متوقف عليهم. مثلا نشوف مثال، واحد يسأل الإمام عليه السلام يقول له هاي الخلائق لما تقف يوم القيامة تنتظر حسابها وإلى آخره، إيش تأكل إيش تشرب يا ابن رسول الله؟ شلون يعني؟ شلون تأكل شلون تشرب شنو منين شنو؟ الإمام عليه السلام قال له الله يخلي الأرض تحتهم، أرض القيامة مو أرض الدنيا، أرض القيامة، يخلي الأرض القيامة تحتهم كخبزة نقية يأكلون منها إذا جاعوا. هذا من سماع قال إيه لزمتها علي جعفر الصادق، قال يا ابن رسول الله، قال نعم، قال له هم الناس يوم القيامة وينهم؟ وين الأكل؟ وين الشرب؟ حتى خبزة نقية ويأكلون منها، منين جايب هذا الحكي؟ الإمام عليه السلام قال له يا فلان، قال نعم، قال لهم في عرصات القيامة مشغولين عن الطعام، يوهم في النار أكثر شغلا عن الطعام. ها خو بالنار أكثر شغلا بالنار، المفترض أن الإنسان عرصات القيامة خو مو النار، تدرون عرصات القيامة شيء والنار شيء آخر. عرصات القيامة الصراط، عرصات القيامة الميزان، عرصات القيامة لواء الحمد، عرصات القيامة الأعراف، عرصات القيامة حوض الكوثر، عرصات القيامة ذكروني شنو بعد، ذني عرصات القيامة، ذني من يكملن الإنسان لو جنة يو نار. فالإمام قال للناس مشغولة عن الأكل والشرب أكثر بعرصات القيامة، والمفترض بالنار يكونون مشغولين أكثر، قاعد يحترقون، وين هم؟ قال لا في النار هم أكثر شغلا عن الطعام والشراب. قال لهم الله يقول في كتابه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يعني هم بالنار يحترقون ويطلبون ماء وطعام، فاللي يطلب ماء وطعام بالنار ما يطلب ماء وطعام بعرصات القيامة.
سكت، ولابد أن يسكت. هو أمام هذا المتكلم، هو أمام إمام الملك والملكوت جعفر ابن محمد الصادق. شلون ما يسكت؟ سوى قيام. يقولوا لي قيام، أكو شباب برا هواي، المجلس ما مكفي، شون رأيكم إذا نتقدم شوية؟ رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، اللهم صل على محمد. تقدموا أحبابي الشباب معي. ثانيا غفر الله له. ثالثا بأعلى أصواتكم شباب أحبابي، وقت ما عندي، أنا أتعارك ويا الثواني، أريد أوصل شيء. هاي شنو باوعولي؟ باوعولي التفتولي. هاي الضرورة الثانية اللي هي الضرورة المعرفية. أكو ضرورة ثالثة نحتاج من خلالها الحجة الإلهي، وهي الضرورة التشريعية. تشريعية، من دون الحجة الإلهي حلالنا وحرامنا بشكل صحيح شلون نعرفه؟ شلون نعرفه؟ وأكو خبر أنا دوم أجيبه على المنبر، لأنه موجود في أصح كتب المسلمين من غير أتباع أهل البيت. قاعد أتكلم بأدب ومن دون إساءة لأحد، بس هاي توثيق أقولها. يعني الخبر موجود بالبخاري، وأنتوا شباب والإنترنت تعرفوه، لأنتوا بإمكانكم تبحثون بالإنترنت. بخاري ما عندك بالإنترنت تبحث، شوف كلامي دقيقي ولا. وأنا أقول لك راجع وراي، أنا أقول لك راجع. أنه واحد عمران بن حسين، اثنين أبو موسى الأشعري، ثلاثة شخص ثالث الآن ما أتذكره، صلوا برا أمير المؤمنين بمعركة الجمل، لما يعني بالبصرة، لما علي كمل صلاته قال أبو موسى وقال عمران وقال مطرف أو مطرف مطرف أسموه بالي، هم بالبخاري، ثلاثة، ثلاثتهم قالوا ذكرنا علي بصلاة رسول الله أو بصلاة كنا نصليها خلف رسول الله. سؤال، كان المسلمين بعد وفاة النبي كانوا يصلون يا صلاة بالضبط اللي علي برا أكثر من 30 سنة ذكرهم بصلاة النبي، فيا صلاة كانوا يصلون. راجعوا، إذا ما لقيتوا حاسبوني، قولوا هذا قال حكاية مو دقيقة على الموجود، وراجعوا شوف هاي المعلومة موجودة أو مو موجودة. ذكرنا علي بصلاة رسول أو بصلاة كنا نصليها شايا صلاة المسلمين كانوا يصلون، وعلي ذكرهم برا أكثر من 30 سنة. إذن الحجة الإلهي لوجودة ضرورة شنو؟ ضرورة تشريعية. ضرورة تشريعية، من دون الحجة الإلهي صلاتنا بها مشكلة، صومنا، حجنا، زكاتنا، غير ذلك أحكامنا الشرعية. كثير من المسلمين لجأوا إلى القياس، لجأوا إلى الاستحسان، لجأوا إلى فتح الذرائع وسدها، وهاي إحنا كلها ما مقبولة عندنا أتباع أهل البيت. لا القياس مقبول عندنا، ولا هو من مصادر تشريعنا، ولا الاستحسان مقبول عندنا، ولا إجماع أهل المدينة مقبول عندنا، ولا فتح الذرائع مقبول عندنا، ولا غير ذلك مقبول عندنا. انتوا هالوعي، انتوا هالثقافة، انتوا الجيل الصاعد اللي نعتمد عليكم، هاي الأمور كون تصير واضحة لكم. هنا خلوني أبين لكم شيء عن إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا بين يدي، طبعا القصة أنا أقدر أحكيها بلا مصدر، قصة حافظها، ولكن أنا أتعمد أقراها من مصدرها حتى النص كما هو نقراه للأحبة الكرام. شوفوا الضرورة التشريعية وما يرتبط بإمامنا الجواد عليه السلام. هاي الرواية في برهان سيد، وهذا الخبر في برهان سيد هاشم البحراني مجلد 2 صفحة 446 تفسير سورة المائدة. يا سورة المائدة، في تفسير قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخر الآية، في ذيل هذه الآية الرواية موجودة. التفتوا لي رجاء، أنتوا جايين تردون تسمعون شيء عن إمامكم الجواد، اسمعوا. والضرورة التشريعية لوجود الحجة الإلهي. الرواية شوية طويلة، أحاول أقرأ بسرعة، والشيء اللي يحتاج توضيح أوضح.
عن 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 نترك العن. قال قطع الطريق بجلولاء. جلولاء مكتوب هنا بالهامش أمامي، جلولاء بلدة في العراق، أذاكر وين بالعراق هسه مو مهم. قطع الطريق بجلولاء على السابلة، يعني الطريق السالك أكو من قطعه على السابلة، من الحجاج، ناس يرحون للحج على هذا الطريق، أكو من قطع عليهم هذا الطريق. هسه قطع اليوم يسلب يعني نهب سلب قتيل ما أعرف، قطع طريق زين، وأفلت القطاع، يسدون الطريق يسوون اللي يسووه ويفلتون من العقاب، يعني الدولة ما تلزمهم، الشرطة ما يلزموهم، واشتهر الأمر على هذا الطريق. فبلغ الخبر المعتصم، تدرون إمامنا الجواد عاش في زمن المأمون العباسي أكثر عمره، وعاش فترة قصيرة في زمن المعتصم وهو الذي قتل إمامنا الجواد عليه السلام. زين، فكتب إلى عامل له كان بها بجلولاء، عند عامل محافظ شو تعبر عنه، مسؤول الوالي مالته بجلولاء، المعتصم كتب له تأمن الطريق بذلك يقطع على طرف أذن أمير المؤمنين ثم ينفلت القطاع، فإن أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم وإلا أمرت بأن تضرب ألف سوط. يا والي لو ذولا يلزمون اللي يقطعون الطريق، وإذا ما قدرت تلزمهم فجنابك تضرب ألف سوط، ماكو خيار ثالث، لو تلزمهم وتجيبهم لو أنت بمكانهم تتعاقد. ثم تصلب بحيث قطع الطريق، مو بس أضربك ألف صوت إذا ما جبتهم، أضربك ألف صوت وأصلبك بالمكان اللي تنبي سلب منه الحجاج، وبعد أنت أعرف مصيرك. جه قال فطلبهم العامل حتى ظفر بهم، يعني لزمهم يوم ما لزمهم، بعد هو صار بين الموت والحياة، لو يلزمهم لو يموت. زين، واستوثق منهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم، يا أمير أنا ذولا لزمتهم شنو أسوي لهم، ذولا شنو أسوي لهم، هنا نحتاج حكم شرعي وما نحتاج حكم شرعي يحدد مصيرهم، أحسنتم على التعبير، حكم شرعي يحدد مصيرهم. فجمع الفقهاء المعتصم، ما يسمى بعلماء المسلمين، جمعهم، فجمع الفقهاء قال وقال برأي ابن داود، ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم، وأبو جعفر محمد بن علي الرضا حاضر، إمامنا عليه السلام كان حاضر وذول العلماء موجودين، وهذا أبو داود اللي كان قاضي عند المعتصم هم موجود والفقهاء موجودين، فقالوا قد سبق حكم الله فيهم. يا معتصم شنو حكم الله فيهم؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء فيهم. لو شنو تقتلهم، يو تصلبهم، يو ها أحسنتوا، أنت اختار لك حكم من ذني الأحكام طبق عليهم والسلام، الأمر واضح وسهلون، الأمر واضح وسهلون. هكذا أفتى ما يعبر عنهم بالعلماء الفقهاء غير ذلك. قال فالتفت المعتصم إلى أبي جعفر، من هو أبو جعفر؟ الجواد سلام الله عليه، إمامكم اللي الليلة تحيون لياليه وأيامه سلام الله عليه. فقال ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال قد تكلم هؤلاء اللي يسمون أنفسهم فقهاء، وأبو داود القاضي هم تكلم فيما أفتوا به. أسألت شو تريد مني يعني؟ ذولا حجوا عندهم قالوا بعد. قال لا لا يا ابن رسول الله، أنا هم أريد جواب منك، أنت شو تقول؟ باوعلي أنت شو تقول؟
فقال الإمام عليه السلام: الذي يجب في ذلك أن ينظر في هؤلاء، يعني المعتصم ينظر في هؤلاء الذين قطعوا الطريق، مو هالشكل هذا، كيفك تطبق عليهم حكم يا هو تختاره، مو هالشكل، دولة توقفهم تحاكمهم تشوف شنو مسوين، على أساس شنو مسوين تنزل حكم بيهم الموجود بالآية. زين، الذين قطعوا الطريق فإن كانوا، شوف الضرورة التشريعية عيوني أنت، شوف، فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم السجن، بس شغلهم بس يخوفون الناس، أما يقتلون ما يقتلون، وبعد يسرقون ما يسرقون، فذولكم شو تسوي لهم؟ تسجنهم حتى ما يخوفون الناس، ليش تقتلهم؟ فالجماعة قالوا لك التختار كيفك، جوابهم مو صحيح، ذول يسمون أنفسهم فقهاء، ذول فقهاء بلا فقه حقيقي، ذول الفقه إحنا أهله، والقرآن إحنا أهله، والمعرفة الصحيحة إحنا أهلها، وكونوا ترجعوننا. هاي أقول لكم ضرورة تشريعية. أكمل يا تعبتوا؟ كمل زين. فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر بإيداعهم الحبس، هذا واليك، فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل، ينفوا من الأرض يعني تسجنهم إذا ما قاتلين ولا سارقين. وإن كانوا أو وإن كان أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم، بعد القاتل يقتل، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك. قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك فيهم، يا ذلك اللي فصله أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قال له ثلاث حالات، ذولا يخوفون الناس بس تجنهم، ذولا يخوفون ويقتلون تقتلهم، ذولا يخوفون ويقتلون ويسرقون وتصلوا، مو بكيفك شنو تختار، مو تشي أرواح ناس، هذه كنت تتأكد، كنت تعرف كل من حالته شكيل. فصار أكو ضرورة تشريعية لوجود الحجة الإلهية، وما صار لولا الجواد هذا الحكم مشى صحيح، ما هي صحيح لولا الجواد عليه السلام، لا بد من وجود الحجة الإلهية حتى دين الله الحقيقي يبقى، وإلا يروح على مستوى العقيدة، يروح على مستوى الشريعة، يروح على مستوى الأخلاق، يروح على مستوى السلوك، يروح. يا هو اللي يدعو إلى السلوك من غير القرآن وأهل البيت عليهم السلام، يحرفك عن السلوك الصحيح ما ينفعك، يضيعك ما يهديك، كل شي يكون قرآن أهل البيت، كل شي يكون معصوم. واي أكو حكي. هذا الحسن البصري على أساس كان من أهل التهذيب الأخلاقي، السلوك سير وسلوك على أساس من غير الحجة الإلهي، من غير المعصوم، على أساس من أهل المراقبة وما أعرف شنو، بس من غير أهل البيت، من غير الحجة الإلهي، من غير المعصوم، هذا عنده كلمة يقول: عجبت لمن نجا كيف نجا مع عذاب الله وعقابه. الكلمة وصلت للإمام عليه السلام، قالوا: ما هذا حتى هاي مدبرة، أنا أقول عجبت لمن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله. قالوا: ما هذا يحكي بالعكس، يكون يقلبها، هاي الحكاية يكون يقلبها تصير صحيحة،
هذا قاعد يقوله بالعكس، يريد يمشي الناس على ما يعني حتى بهاي ما يدبرها من دون الحجة الإلهية. وقال هذا غلط يحكي، خال جماعة ودرسهم أخلاق ما أدري شنو، ايش بيش هذا الحكي؟ عجبت ممن نجا كيف نجا مع عذاب الله، يعني ما قالهم عجبت ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة الله، بالمقلوب هذا يحكي. كل شيء يؤخذ من غير أهل البيت يا إخوة بمشكلة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إطاعة مطلقة أولي الأمر، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين المعصومين. والذين ساروا على هديهم كالعلماء الجامعين للشرائط، العالم العامل التقي الورع اللي يسير على هدى المعصوم عليه السلام، هذا هم يصير ثقتنا وناخذ منه حكم شرعي ونقلده ونحترمه. لأنه يسير على هدي المعصوم سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو بعد خبر آخر هم للضرورة التشريعية، بس وقت ماكو، المشكلة بعد وقت ما عندي، خلص وقتي خلص، يعني كنت هيئ للنعي بعد وإلا. والمشكلة هاي القصة هم طويلة كلش طويلة، بس هي جد مفيدة وجميلة، مال قطع الأصابع منين، بالنتيجة هاي قطع الأصابع منين بها جانب تشريعي ومو تشريعي، أصلا هي تشريعية، هي مرتبطة بعالم العقيدة والشريعة، مرتبطة بعالم الشريعة مو العقيدة. والأصابع منين تقطع بالنسبة للسارق طبعا، منين تقطع، هاي صارت فد مشكلة هم بزمن الخليفة العباسي، وهم جاب ما يعبر عنهم بالعلماء، وهم اختلفوا وأخطأوا باختلافهم. يعني هسه مرة أكو اثنين يختلفون بمسألة، واحد منهم صح واثنين غلط، المشكلة ذولا من يختلفون اثنيناتهم هم شنو اثنيناتهم غلط، يعني غريب يعني. هسه مرة اثنين يختلفون على قضية، واحد صح واحد غلط، ذولا يختلفون على قضية اثنيناتهم غلط، واحد قال تقطع اليد من الكرسوع، واحد قال من المرفق، واحد قال الإمام عليه السلام قال من أصول واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله المساجد كذا وكذا 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 السبعة، والقرآن الكريم يقول المساجد لله فلا تدعوا مع الله، وبما أنها لله فليكون لله لا يقطع. والمعتصم أيضا أخذ بكلام الإمام عليه السلام وترك كلامهم لأن كان غلط، وعلى أساس هاي الحادثة قتل الإمام الجواد. تدرون قتل الإمام الجواد لأنه أحد الكان حاضرين وأنط رأي ولم يؤخذ رأيه، وشى بالإمام الجواد، راح للمعتصم قال له أنت شلون تجمعنا وتخلينا نطرح آرائنا، ومن نطرح آرائنا ما تقبلها وتقبل من الجواد، والجواد تدري بي ضدك، فشلون ما تريد الناس تمشي وراء بعد. هذا المعتصم كأنه كان نايم واستيقظ، قال له أنا إيش سويت بنفسي، والتفت له وهذا الواشي قال له أنا أعلم هذا كلامي بدخول للنار، بس كون أقول لك إياه والله، أنا جايب المصدر وياي بس وقت ماكو، وإلا ردت أقول لكم من المصدر يعني. قال له أدري هذا الكلام اللي أقول لك إياه راح يطببني النار، بس أنا كون أقول لك إياه. وقتل الجواد على أساس هذا الواشي لعنة الله عليه، هو ما نبه عليه المعتصم العباسي، وطبعا هو المعتصم لهذا ولغيره، المعتصم هو بعد هو كتلة من الحقد على أهل البيت عليه السلام كالذين سبقوه من هاي الأسرة وإلى آخره. قتل الإمام على أساس ذلك سلام الله عليه. المعرفة معرفتهم، والفقه فقههم، والقرآن قرآنهم، وكل ما نزل علينا وكل ما وصل إلينا فببركتهم. أقول لكم حكاية كلش حلوة، آخر شيء ذول الشباب الحلوين اللي أتشرف أن أقبل جباههم واحد واحد، أحب أوصلهم إتشي أبخلهم معلومات أكثر حتى يسلحون بالعلم ذول الشباب. كل ما وصلنا معرفة صحيحة، عقيدة صحيحة، شريعة صحيحة، أخلاق صحيحة، كل شيء وصلنا فببركة آل البيت،
هذا كله بالأصل وبالذات نزل لهم وببركاتهم وصل إلينا. أجيب لك مثال حتى الأمر يصير واضح. ملك من الملوك يحب لعالم من العلماء، فرادي ترجم حب لهذا العالم، يبين حب لهذا العالم، فسوال مائدة، عزم على وليمة. العالم من يجي عادة يجي وحده، لو تلامذته ويا أصحابه ويا، يجون أصحابه ويا عادة، يجوا أصحابه ويا. هاي المائدة لما انفرشت، هاي السفرة لما انفرشت، انفرشت بالذات لمن، والأكل ومنها ببركة من؟ المائدة انفرشت بالأصل لمن؟ للعالم. زين ذول ويا العالم أكلوا وما أكلوا؟ بواسطة منو أكلوا؟ الشكل هذا، الشكل هذا، الخير كله إلهم، إلهم الخير، وإحنا حصلناه ببركاتي. لولا كما خلقت الأفلاك. حديث الكساء تقرون، لا سماء مبنية ولا أرض مدحية، لا شمس مضيئة، لا إلا لمحبتها أولى وكذا وكذا، كل إلهم عليهم السلام، وإحنا نعيش ببركاتهم عليهم. مثل المثال اللي جبته، الخير خيرهم والبركة بركتهم عليهم السلام. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، ثم خلق منه كل خير، في الرواية الشريفة. وحتى القرآن قرآنهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. القرآن نور، والمحل القابل لتحمل هذا النور صدر محمد على قلبك. فأوحى إلى عبده ما أوحى، علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ياسين النبي، والقرآن الحكيم، إنك لتلقى القرآن من لدن، إلى آخر الآية. وغير فأوحى إلى عبده، أنزل على عبده الكتاب. كون أكو مناسبة بين المفيض والفيض والمستفيض، مثل ما يعبرون، والمستفيض كل ما يكون أقرب للمفيض وهو الله تعالى، يكون محل نزول الفيض وهو القرآن. وهكذا آل الأطهار عليهم السلام. الخير كله في الأرض من محمد وآل محمد. فتمسكوا بهم رحمكم الله، تمسكوا بأهل البيت عليهم السلام، خدمتهم، إحياء شعائرهم، أنتوا شباب، صلاتكم، صومكم، دينكم، حلالكم، حرامكم، أخلاق أمتكم، هاي خلطة النجاح وسر النجاح في الدنيا والسعادة. هاي أدخلني في كل خير أدخلت فيه، ها أحيني حياتهم أمتني، طبعا هذا الخير والسعادة. ديروا بالكم على أنفسكم، آخر دقيقة وأروح للمصيبة، ديروا بالكم، هاي حضور شباب أمانة أنتو، ديروا بالكم هالمخدرات وقاعد تعصب بشبابنا، ابتعدوا عنها أحبابنا، ديروا بالكم، أنا مو ياكم، الشباب اللي يسمعوني، ديروا بالكم على صحتكم، على دينكم. مافيات الفساد والجريمة وما أعرف شنو اللي تنتشر الآن، ديروا بالكم على أرواحكم، حافظوا على دماءكم، على صحتكم، على دينكم.
الله يفتح أبواب السعادة والخير كلها بوجوهكم، بجاه إمامنا محمد الجواد وشباب الجواد. الله يحفظ شبابكم بجاه شباب الجواد، ويفتح أبواب الخير والسعادة بوجوهكم بجاه محمد الجواد عند الله. أنتوا خيرة الشباب، أنتوا أحباب أهل البيت، ديروا بالكم على أنفسكم أحبابي. إتيان الواجب، ترك المحرم، الأخلاق الحسنة الطيبة، ترك كل شيء بيخطر على صحتكم وعلى دينكم وعلى دنياكم، كل شيء تركوه. الشباب اللي يدرسون يكملون دراستهم، أرقى الشهادات يأخذوا، أريد مهندسين، أريد دكاترة، أريد علماء. أنتوا شيعة أهل البيت، هاي الليالي ليالي مصيبة. أنا متجاسرت بحضور مشايخنا وسادتنا وعمائمنا الطيبة تلامذة الإمام الصادق الشيخ الساعدي الله يحفظه، بقية المشايخ الكرام، هاي العمامة الحقيقية اللي همها دين الناس، حلال الناس، حرام الناس، مساعدة الناس، الخوف على الناس، الله يديمها ويحفظها إن شاء الله تعالى. هاي الليالي ليالي ألم، ليالي حزن، ليالي لوعة. أنتوا شباب، الإمام الجواد 25 سنة ما خلوا يعيش أكثر، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. 25 سنة أخذ الإمامة عمره 7 سنين 8 سنين، وسلم الإمامة للإمام الهادي 25 سنة عمره، شاب عمر الورد الجواد عليه السلام، ما خلوا يعيش أكثر دول الظلمة لعنة الله عليه. مصاب عظيم، البعض يقول المعتصم دز عليه المجلسة وسقاه السم، ومن راد يطلع لي قال له وين طالع؟ قال له مصلحتك أنا ما أبقى يمك، مصلحتك خليني أروح ببيتي وأموت هناك. طلع الإمام، هذا خبر. الخبر الآخر الموجود في المصادر أنه أم الجهل بنت المأمون، المأمون هي اللي دست إلى الإمام سما قاتلا، وعلى أساسه استشهد الإمام. المشهور هذا أنه أنضت الإمام السم وأخذ إمامنا يجود بنفسه. والمصيبة العظمى هنا أنه لما سمت الإمام طلعت من البيت وقفلت الباب وسدت الشبابيك على الإمام الجواد وخلتها واحدة. زين هو غريب في بغداد، هو غريب في بغداد، هو ابن المدينة، هو ابن يثرب، هو ابن المدينة المنورة. نانا غريب، لا أهل يمه، لا ناس يمه، لا شيء. فوحدة وسدت عليه الباب بعد شاب، أخذ يجود بنفسه. بعدين صعد السطح الدار وما لقى له ناصر، فتمدد على سطح الدار وحده. الشيعة 3 أيام يجون البيت الإمام الجواد يشوفون الباب مسدود. هاي الباب ما تنسد، عادة الديوان مفتوح للمحتاج، للجوعان، لابن السبيل الجاي مسافر، تقضي حوائج الناس. هذا الباب وهالديوان هذا شو مسدود، الباب 3 أيام مسدود، ما يرضى ينفتح، ما يرضى ينفتح. شكوا الشيعة، يا جماعة أكو شيء ترى على إمامنا الجواد، القضية أكو بيها يعني. المهم صعدوا، أكو بيت بصف بيت الإمام، صعدوا على سطح، شافوا إمامنا نايم على السطح 3 أيام تحت حرارة الشمس ملقا هكذا الإمام عليه السلام على سطح الدار. شاعر يقول الليلة نزلت روسها السادة الأمجاد، الليلة نزلت روسها السادة الأمجاد، والله الليلة نزلت روسها السادة الأمجاد، الليلة نزلت روسها السادة الأمجاد، والكرم سد بابا من راح الجواد، سد بابا يا عم الكرم والله. لأن نزلت روس الزاد الأمجاد، والكرم سد باب من راح الجواد، هذا أبو الهادي وحيد بغربته يعالج بروحه وتقطعت شبدته، واللعين أم الفضل من سمته، اللعين أم الجهل من سمته. ألف واسف عليك يا باب المراد، ألف واسف عليك يا باب المراد، حضرت الشيعة بحزن وتشيعة، وصار ذاك اليوم يوم الفاجعة، يا بالفاجعة الفاجعة، بس أبو اليمة اللي ظل بمصرعة، وين ما نروح 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 ونرجع لك يا أبا عبد الله،
انظرت الشيعة بحزن وتشيعة، وصار ذاك اليوم يوم الفاجعة، بس ابو اليمة اللي ظل بمصرعة، يا باب مزرعة باب مزرعة، وراسه يهدون الرجس هند وزياد، راس الحسين يهدى من تبا للدنيا وتعسا للدهر، والله راسه يهدون الرجس هند وزياد، ابن ابد ما صارت ولا ظنت. جسم عاري مخضب وفوق الثرى، يا ابا ودم يجري من جروحه ومنحره، ولبست الدنيا على حسين الحداد، لبست الدنيا على حسين الحداد. يا شباب من اكثر الابيات اللي تؤذيني على الحسين، البيت الناظمة ملك الشعر الحسيني، امير الشعر الحسيني عبد الامير الفتلاوي رحمة الله عليه، ورحم الله شعراء الحسين الماضين، هو يحرق قلبي هذا البيت، يقول للنسوان لما اجن وشافني الحسين ثلاثة ايام على رمضاء كربلاء، صاح عار 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 عار، والله على الزلم للحشر عار. الحسين تشق عليه القلوب، مو الجيوب أبا عبد الله، القلوب تشق عليك وحق أمك فاطمة. النسوان قال عار، والله على الزلم للحشر عار، ولكم الجار للجار، العرب تكرم الجار. ما الواحد يموت على هذا الحكي، شلون كاتب الفتلاوي ماذا؟ ولكم الجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرمح حسين لثالث نهار. اعيد هنا، شلون ابي اذني، شلون ابي اذني. يا بعار والله على الزلم للحشر عار، الجار للجار، العرب تكرم الجار، يا بنت كرم الجار، ليش مرمح حسين لثالث نهار. يا ابا وصحبته من كوله وشبانه، يقول الفتلاوي من تناخه وقاله وش بعد الصبر، هاي ذله وعارها مد العمر، كون باشر ننشد شنو العذر، نصير قاله للعرب بلسانها. قامت وجوه الزلم وتحزمت، أربعين من العشيرة تلازمت، اشتدت احتدت صدق وتوزمت، شافت العاري غلب بحيانها، يقول قامت من كثر الحيا وقحمة الخوف، ولحقت بجمع النسب وادي الطفوف، قالوا يردنا الخطر بيها نشوف، نحاذر ابن زيادها ومروانها، النسوان خد ترجع ما يصير تبقى يمنا، واحنا ندفن الاجساد. قال ما قبل النسوان، قال وياكم نساكم رايحة، لا احنا نجي ونحضر بالدفن. قال انو ياكم نساكم رايحة، حسين نعشة لا بكي ولا صايحة. حسين نعشة لا بكي ولا صايحة، يا بزينة بالنايحة وين النايحة، ميسر الحرة بحكم عدوان، بين ما هم بالملامة وبالجدال، طلع راكب قال شلكم يا الرجال، تفرقوا عن جثث يمنى وشمال، طايرة من شر ومي ذهانها، قال شنو وقوفكم يمي الأجساد. شي يقول الفتلاوي، شقد كبير الفتلاوي، قال شنو وقوفكم يمي الأجساد، كون بينوا للصدق شنه المراد، قال أنا أمامكم زين العباد، واسفر لهم عن وجود إيمانها. قال وحشين انت خيانة دفنته، بكل جهدنا وما قدرنا جثته، لا مواراته ولا من صحبته الضايعة تحت الموارة بدانها، قالوا حفروا هنا والدمع كات، وشال ابوه شلون الى صبر وثبات، صاحرات الموت يعدمني الحياة، ولا
أشوف معفر بتربانها. يقولون وقف يم شاب مقطع بالسيوف إربا إربا، أخذ له ساعة بجي يم قام قال يا بني سد حطوا لك بايار يم أبويوح. خطبا قبل هتش يقرون هذا أخوي أحزام ظهري وأنا أخو هذا المغبر وجوغ الحارب. بيت الدعاء طولت عليكم. يا بقالة وقالة 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 وبعد عباس البطل على المشرع. يا بقالة وبعد عباس البطل على المشرع وجذت بحد السيوف موزع شلون مصرع شبل حيدر مصرع مقطع جفوف القضى جيمانة دقعد يا عمي وشوف قيدي والسلسلة الورمت جيدي ومجرح من الغل وريدي أويلاه راح أويلي من يدي أويلاه أويلاه راح أويلي من يدي. الله